كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم شباب. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن حركة القدم للبيتكوين وبعض الأخبار عن عملة الشيبة. لكن شباب قبل ما نباشر بالفيديو خلونا نمر مرور سريع على قناة التليجرام لنشوف أرباحنا. وهي الصور أرباحنا من قناة التليجرام، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتتأكد من أرباحي. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. تقلبات بالسعر بعد ما كسر البيتكوين المناطق العنيدة ال 25 و 200، لكن للأسف ما قدرنا نثبت على مناطق ال 25 ألف و 200، فبالغالب رح نرجع نختبر مناطق 23 ألف و 900. أهم شيء شباب ما يتم الإقفال أسفل مناطق 23 و 500، لاني شباب هي تعتبر مناطق دعم اساسيه. تذبذب كبير بسعر البيتكوين، كسرنا الموفق ال 200 على فريم الساعه، اتلقوذت حسابات وبعدها رجعنا صعدنا، والتصحيح لحد الان طبيعي. اهم شيء الاقفال اليومي ما يكون اسفل الموفق ال 50 عند 23 و 500، هيك بيكون بدانا ننزل بالسلبيه. لكن بشكل عام اصدقائي نحن امام تجميع كبير، قدامنا حركتين، اما ارتفاع قوي او هبوط قوي، لكن البيتكوين عمال بيحضر لحركة كبيرة. وهلا شباب ننتقل بالكلام لعملة شيبا. التوقعات على التويتر بانفجار قريب لعملة الشيبا. امبارح كان في تغريدة من حساب الرسمي عم يتشكر المجتمع المتماسك والاغلاقات اللي صارت على شيبا، هذا رابع اسبوع ايجابي. من المفترض مثل الحركة الماضية اللي مثل هالتوقيت مثل السنة الماضية بالاسبوع الخامس تم الانفجار. اهم شيء شباب مناطق لازم تحافظ عليها عملة الشيبا 0.4016، كتير مهم، والا رح ننزل ل 0.4011 ونرجع مرة تانية للسلبية. هالمنطقة هي لازم نحافظ عليها لحتى نضرب القمة القادمة ل 0.4022. وهيك شباب بيكون انتهينا من اخبارنا اليوم. واذا كنت اول مرة عمال بتتابعني لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لي اشتراك لحتى يصلك كل جديد.